السائل يقول إن جدته قد توفيت وكانت تصلي وتصوم، ولكن كان الجن يؤذونها وطلبوا منها أن تضع خاتما في أصبعها فاستجابت حتى يكف الجن أذاهم عنها. سؤاله: هل نستغفر لها بعدما ماتت، علما بأنني قد نصحتها أن تنزعه لكنها لم تستجب؟ لا تستغفر لها، اتركها اتركها ما دامت مصرة على هذا العمل، مطيعة للجن بهذا الخاتم، أمرها خطير، اتركها. نعم.